يقول: هل التمسح أو هل المسح على جدران الكعبة جائز وأم أن المسح فقط على الركن اليماني؟ الذي يمسح من الكعبة هو الحجر الأسود والركن اليماني، وما عداه فلا يستلم ولا يمسح ولا يقبل. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستلم إلا الركن اليماني، ولم يستلم ويقبل إلا الحجر الأسود. وأما بقية الكعبة وأركانها فلم يكن صلى الله عليه وسلم يستلمه ولا يمسحه ولا يتعلق به، إنما الكعبة تستقبل في الصلاة ويطاف بها تطوعا وفريضة، هذا هو المشروع. نعم.